اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعوا قناه زمرد هاند ميد اكسسوارز. اتمنى يا رب الجميع يكون بخير. وحشتوني وراجعين سوا ان شاء الله نعمل ورشه، اتمنى تعجب كل اللي يشوفها ويستفيد منها. هنعمل عقد مجدول اللي هو شكل الضفيره باستخدام خرز النمنم او الخرز المبروم اللي قدامنا في الفيديو. العقد ده طلبته صديقه للقناه استاذه ايمان، اتمنى ان شاء الله انها تستفيد منه وكل اللي يشوف الورشه يستفيد منها وتعمله اجمل منه ان شاء الله. ولو انت اول مره بتشوفي قناتنا ودي اول ورشه تشوفيها وعجبك محتوى الفيديو ومحتوى القناه، يا ريت ما تنسيش تشتركي معانا وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا تنبيه بكل فيديو جديد ينزل على القناه. واللي تشوف الورشه ويتعجبها يعجبها محتوى الفيديو ما تنساش اللايك وتسيبوا كومنت ليشجعني تحت الفيديو. وكمان في صندوق الوصف تحت الفيديو هتلاقوا لينك لجروب القناة على الواتساب، ده مجرد ما بتضغطي عليه بتنضمي فورا للجروب القناة على الواتساب، ده بنتفاعل فيه مع بعض. اللي عندها طلب، اللي عايزة تستفسر عن حاجة، بيبقى أسرع وأسهل. وكمان بنستعرض فيه كل الشغل وكل الحاجات اللي احنا بنعملها مع بعض. فأي حاجة هتلاقوني موجودة ان شاء الله واقدر انفذها لكم ان كانت في استطاعتي بإذن الله. يلا كده نسمي الله ونشوف ايه ادواتنا علشان نعمل ورشتنا النهاردة. هبقى محتاجة لونين من الخرز المبروم او الخرز النمنم، ده اصغر مقاس من خرز التفسيرة. استخدمي اللونين اللي انت عايزاهم، انا هستخدم اللونين دول النهاردة. وعلشان طبعا هعمل خرز مبروم هبقى محتاجة الإبرة بتاعة النول اللي هي رفيعة جدا دي، وبتبقى كده بتتفتح من النص عشان بندخل الخيط من هنا، اسمها بيج اي. دي هتلاقيها عند اي خردواتي كبير بيبيع الخيوط والإبر، اسألي عليها. لو معرفتيش توصل لها هي موجودة برضو اونلاين، لو حابين ممكن ابقى اسيب لكم لينك صفحة اللي انا بشتري منها. ممكن تستخدمي المقاس ده من الابر، مقاس 11، هي بس هتبقى شوية هتاخد منك يعني هتغلبك شوية عشان تلضميها، لان العين بتاعتها بتبقى ضيقة جدا، بس لما بتلضم بتبقى كويسة جدا، بتعدي في الخرز بسهولة. خلاص هنستخدم خيط الصنارة مقاس 3/10 او 30 ملي. ولو عندك اصغر كمان، مقاس اصغر من ده هيبقى حلو. ليه؟ عشان هتشوفي في التجميع واحنا بنجمع، وعلشان يبقى لين معايا في البرم وانا بجدل الضفيرة. والمقص والمسطرة ده دلوقتي، ولما هنخلص اللي هنعمله هنشوف هنحتاج ايه تاني. انا عايزة اعمل ايه؟ انا عايزة اعمل، هوريكي انا الشكل اللي عايزين نوصل له. بصي احنا عايزين نوصل للشكل ده. هل دول خمس فروع من الخرز المبروم، نص باللون الاورنج ونص باللون الاخضر. فعشان نعمله انا عايزة من دي ثلاث قطع، كل قطعة عبارة عن خمس فروع من خرز النمنم او الخرز المبروم. انا مجهزة فرعين او يعني مجهزة مجموعتين. علشان نعمل المجموعة التالتة هنعمل ايه؟ هتجيبي خيط الصنارة اهو، وهنيجي هنا نفتح الابرة بتاعتنا، وهتدخلي في النص اللي هي في البيج اي، وهتسيبي طرف، شايفة الطرف ده، هنخليها على الاخضر اهو، وبعدين هتتني لجوه لتحت كده عشان تنشف يعني كده، عشان هي في الاول خالص اول لضم معاكي بس هياخد شوية غلبة. هنعمل ايه؟ انا المفروض ان انا عايزة الضم، هجيب بقى انا دي كده على ايدي اليمين الخيط، هبدأ الضم 25 سنتي من الاورنج وخمسة وعشرين سنتي من اللون الاخضر. عشان كده انا محتاجة ايه؟ محتاجة المسطرة معايا. يعني انا عايزة طول الفرع الواحد ك
كام؟ 50 سنتي. بنبرم بنلضم ازاي؟ تسهيلا، وعشان طبعا الموضوع ما يبقاش مرهق بالنسبه لك، احنا بنعمل كده، بتحطي الخرز بتاعك في اي طبق تعرفي تلضمي كده، وتدخلي الابره بالطريقه دي. بصي المفروض ان هو بيبدا يطلع فين؟ يطلع في الابره بالشكل ده، وبعدين بنزق. شفتي عدى خلاص. تاني بتجيبي كده، طبعا انتي هنا هتجيبي مثلا ربع كيلو من كل لون، لو انتي حابة هتعملي شغل كتير هتجيبي الكيس النص كيلو عشان يوفر معاكي. اهو عدينا في الابرة، وبعدين باجي كده بشويش بتزقي الخرز، يبدأ يعدي معاكي من تحت. اهو بصي نزل فين؟ نزل في الخيط. هنفضل بالطريقة دي. هعمل كده في الأورنج لحد ما اعمل كام؟ 25 سنتي على الايه؟ المسطرة. وبعدين نرجع علشان نكمل 25 اللون التاني. واضح كده معايا؟ هكمل 25 سنتي وارجع للجزء التاني. اهو كده شايفين خلصت 25 سنتي من اللون الاول بتاعي الاورنج. هبدأ بقى انا خلاص اجيب بقى اللون التاني. حلو، وهعمل برضو نفس الطريقة 25 سنتي من اللون التاني. الفكرة دي ان هي بتخليكي تجمعي كمية قد ما تقدري بسرعة، غير لما تلضمي واحدة واحدة طبعا، وده خرز نمنم فهيبقى الموضوع مرهق جدا. شايفة بيجي في الابرة ازاي على طول، وبتسقي بينزل تحت. اهو هنبدأ نعمل اللون التاني. في جهاز موجود برا مصر اسمه سبينر للخرز الصغير قوي ده، هحاول كده اعمله لكم يدوي، هيسهل معاكي قوي الشغل، خصوصا للي بتشتغل الحاجات دي او اكتر شغلها متركز على الخرز الصغير ده. خلاص هفضل اعمل كده زي ما قلت لك لحد ما ايه، يبقى طبعا الخرز بتاعنا يبقى كده ماسك بعضه. تفضلي تعملي كده لحد ما اوصل ال 25 سنتي التانيين. تمام، كده خلاص خلصنا ال 25 سنتي التانيين. بتطلعي بقى عادي خالص الخيط من الإبرة، وبنيجي مفروض بقى أبدأ أقطع ده كده فرع من اللي أنا عايزاه. بس قبل ما نقص هتقطعي الحتة اللي كانت متنية جوه الإبرة دي، ما تاخديهاش معاكي في الحسبان في شغلك خالص. وبنبدأ نسيب مسافة كده عشان بس ما نيجي ايه شغلنا ونقفل. انتي طبعا يعني سيبي لنفسك مسافة تتحركي فيها براحتك، انا هشتغل معاكي كأني بشتغل انتي اللي بتشتغلي. المفروض الفرع ده خلاص، انا كده مش محتاجة بقى المسطرة والخيط ليه؟ لان انا مجهزة الحاجات. انتي محتاجة من ده كام واحد؟ محتاجة من ده 15 قطعة، متقسمين 3 مجموعات، كل مجموعة 5. تمام، زي ما وريتك في اول الفيديو كده، ادي مجموعة اهي شايفة، وادي المجموعة التانية. طبعا انا عشان ده هياخد طبعا بياخد وقت، فانا جهزت الحاجات دي قبل ما اشتغل معاكي الفيديو. والمجموعة الثالثة طبعا عشان ما اقعدش اعمل معاكي 5 فروع انا مجهزاهم، بس طبعا لسه ما قفلتهمش. دي بقى فكرة اهو، لما تكوني بتشتغلي حاجة زي كده وعايزة تجمعي كل مجموعة، وعشان ما يفرطش منك الشغل، ده الدبوس بتاع المكتب اللي احنا طبعا كلنا بنستخدمه وموجود عندنا، ومش لو موجود سهل اوي تجيبي واحد من المكتبة، مش غالي، بيمسك معاكي. او لو بتشتغلي في الكرافتس هيبقى عندك المشابك الصغيرة برضو هتأدي الغرض وتمسك معاكي من هنا. طيب انا علشان كده انا عاملة هنا اهو، ادي
فرع 2 3 4 وده الخامس. علشان نبدأ بقى نعمل عقدنا نبدأ نشوف الجزء التاني من الخامات اللي احنا محتاجينها. هنبقى محتاجين ايه؟ هنبقى محتاجين الزردية الخشنة والزردية الناعمة، وهبقى محتاجة القصافة، هبقى محتاجة قطعة سلسلة للتطويل، حلو، هبقى محتاجة مشط تجميع، دول هيبقوا 3 فروع. انا في ده معايا 4 بس غالبا مش هستخدم ده، هستخدم اللي هو الخماسي علشان اوصل في 1 وفي 3 وفي 5. انا غالبا هستخدم ده، انا هحطهم كده عشان اشوف في الاخر هستخدم ايه. وطبعا طالما هجمع هبقى محتاجة ايه؟ هبقى محتاجة ستوبرز وكفر ستوبرز. فهنا هطلع انا الاتنين اللي فاضلين لي عشان انا خلاص مقفلة المجموعات دي. هعمل معاكي انا، هنقفل المجموعة التالتة كده. بنعمل ايه؟ خلاص هبدأ كده افك بقى وابدأ اقسم شغلي علشان ابدأ. وتأكدي بقى هنا انا هفكهم ونبدأ نشوف هنجمعهم ازاي علشان اتجاه الالوان بتاعتنا. لما بنفردهم اهو، هنجمع طرف بس مع بعض علشان وانا بقفل هجمع الطرف ده من اللون الاخضر كده، شايفة؟ وبعدين هبدأ اجمع الفروع الاورنج كلها مع بعض علشان نبدأ نقفلها بالايه؟ بالكفر ستوبر والستوبر. يلا نبدأ نقفل، بس هساوي الاطراف كلها كده، حلو. وبعدين هنبدأ نجيب الكفر ستوبر من ظهره، انا هستخدم الفضي، حابة تستخدمي الذهبي براحتك بس طبعا الفضي افضل. لو هتستخدمي حاجات بقى مطلية برضو دي بتاعتك. بنعدي، شايفة؟ بعدي الخمسة من الكفر ستوبر من ظهرهم. هنا في واحد بس لسه معديش اهو، شايفة؟ اهو هنعديه، بس خدي بالك عشان ده لو فلت من ايديكي هترجعي تلضمي كل شغلك ده تاني. خلاص بعد ما عدينا الخمس خيوط بتوعنا، ظبط بس بقى الطول، الخامس فين اهو، هنبدأ نحط الايه؟ الستوبر بتاعنا. وتجيبي ستوبر مقاس صغير مش كبير قوي علشان ما يفلتش منه الخيوط، شايفة؟ برضو بتعدي الخمس خيوط جوه الستوبر اهو، شايفاهم؟ بالزردية الناعمة بتاعتنا. وهنبدأ نضغط كويس جدا على الستوبر بالطريقة دي اهو، شايفة؟ مسك. هنقص الزيادة، سيبي بس حاجة كده بسيطة، ونبدأ نغطي بالكفر ستوبر بتاعنا اهو، وضغطة خفيفة بس على الكفر كده بشويش عشان ما يقطمش منك. خلاص احنا كده ربطنا طرف او قفلنا طرف. هتزقي شغلك بقى عادي خالص اهو كده اهو، شايفة؟ بالطريقة دي. ونبدأ نقفل الطرف التاني زي الاولاني بالظبط بالشكل ده، شايفة ازاي؟ هنا هقص شوية بس، اعملي حسابك ان انتي هتبقي سايبة مسافة 2 سنتي
من هنا علشان واحنا بنلضم واحنا بنبرم وبنجدل الشغل العقد بتاعنا. تاني هنيجي اهو هنجمع الخمس خيوط بتوعنا ونعديهم من الكفر ستوبر بالشكل ده. انا هعمل زي كأنك بتشتغلي اهو، عدى كام؟ عدى تلاتة ولسه اتنين، همسك دول كويس اهم وابدأ ادخل الاتنين التانيين عشان ابقى انا اتأكدت ان كله دخل اهو، عدوا معايا الاتنين التانيين حلو كده. وبعدين هنبدأ نجيب الستوبر بتاعنا، كل شوية اظبط عشان يبقى سهل معايا وانا بشتغل. هنجيب الستوبر تاني اهو شايفة، ونبدأ ندخل بالخيوط كلها جوه الستوبر التاني بالشكل ده برضو نفس الفكرة. لو ما عدوش كلهم مرة واحدة نعمل ايه؟ نعدي اللي هيعدي اهو، عدى معايا برضو دول. بصي في كام، في هنا واحد واتنين برضو ما عدوش، نعديهم احنا بشويش اجي كده اهو. طبعا الشغل كله عايز تركيز، العقد ده حلو بس بياخد وقت شوية ومجهود في شغله. تمام كده خلاص عدينا الستوبر. طيب انا قلتلك عايزة وانا بشتغل اسيب مسافة 2 سنتي علشان وانا بقفل وانا بجدل العقد بتاعي اهو. هيجي هنا مثلا كده، انا عايزة من اول ما يبقى هنا الخرز اهو اقفل هنا، يعني اقفل هنا كده. هجيب الاستوبر بتاعي اهو وابدأ اضغط في المكان ده حلو كده قفل. ابدأ بقى اضغط كويس، انا بوريكي كل حاجة بالتفصيل علشان ما تفلتش مني خطوة واحنا بنشتغل. وخلاص كده اقفل هنا على شغلي، خلصنا كده تمام. فاضل بقى معايا ان انا ايه ابرم العقد بتاعي. هنعمل ايه؟ هنجمع بقى، ادي واحد مجموعة، ادي المجموعة التانية، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي المجموعة التانية اهي شايفين كده المجموعة التانية، وادي المجموعة التالتة حلو. هنبقى محتاجين علشان نجمع في النمشاط بتاعتنا هنبقى محتاجين طبعا زرد. هنجيب بقى الزرد بتاعنا اهو، ستة الاول. هنجيب اول مجموعة، انا بوريكي كل حاجة بالتفصيل، ادي اول زردة هي مفتوحة. هندخل في الفتحة بتاعت ايه؟ الفتحة بتاعت الكفر ستوبر اهي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هدي من الناحية التانية اهي كده، وهاجي في مشط التجميع في الفتحة رقم واحد من اهو تمام. وهنقفل الزردة تويست لورا، ادي اول مجموعة. هجيب الزردة التانية ونفس الفكرة، هنيجي نفتح تويست لورا، هجيب المجموعة التانية وندخل من الفتحة بتاعت الكفر ستوبر، هسيب الفتحة رقم 2 وادخل في الفتحة رقم 3،
لو عندك مشط تجميع 3 فتحات هيبقى حلو، مش هيقولك لا. برضو الفراغ ده هيبقى واحنا بنلضم واحنا بنجدل وبنعمل العقد، ما تقلقوش، واحنا بنضفر يعني الموضوع ده هيقوم ظبط الدنيا، بس عشان ميبقاش مشدود معاكي ويقوم قاطع. هندخل في التالت مجموعة وهنسيب الفتحة الرابعة وندخل في الفتحة الخامسة. حلو كده، تمام. طب انا كده عملت ايه؟ وصلت الاورنج. نبدأ بقى نشوف، خلي بقى دول دلوقتي هنا بقى دلوقتي على جنب، انا مش هستخدم ده، وده المشط اللي هنستخدمه والزرد ده في الاخر. تعالوا نركز في العقد بتاعنا. هنعمل ايه؟ بصي بقى، بسم الله، انا المفروض ان انا عايزه اعمله ايه؟ اعمله ضفيره، صح؟ فهاجي اهو، شايفه كده، شايفه، مفروض اهو، شايفه كده. بنعمل ايه؟ هبدا عايزه احط حاجه تقيله هنا، تمسك ده شويه عشان وانا ببر. بتضفري عادي خالص، كأنك بتضفري شعر بنتك، شعر اختك، شعر اي حد، زي ما بنضفر. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كده اهو، وبعدين نضفر كده ونجيب دي نص كده اهو، شايفه، وبعدين هنكمل ضفيرة عادية وما تشديهاش علشان العقد يبقى معاكي حلو، لا ترخي قوي ولا تشدي قوي اهو كده، ونجيب دي كده. هنفضل نضفر لحد ما نوصل، نشد دول شوية كده عشان تبين الشكل من هنا. استني بقى، نبدأ نجيب ده ايه كده اهو، احنا فين؟ احنا هنا اهو، نبدأ نجيب دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وده كده بياخد وقت بس حلو في الاخر. ممكن تعملي بقى كمان الاسوره بتاعته بنفس الطريقه. لو انت عايزاه يبقى مور ريتشي، يعني مليان اكتر، ممكن تزودي عدد الفروع، خليهم 7، خليهم بقى اكتر، دي حاجه بقى انت بتاعتك. انا عايزه اكمل اهو، شايفه كده، كده بدأنا ندخل في اللون الايه كده بدأنا ندخل في اللون الاخضر واللون التاني. اعملي بقى الالوان اللي انت حباها اهو بالشكل ده كده، تمام. ممكن تعمليه بخرز التفسيرة، بس هو احلى في النمنم، بيطلع شكله اجمل. حلو، يلا هنبدأ بقى نجمع الطرف التاني ده اهو، اخر ما خلصنا الضفيرة بتاعتنا. بصي شكله حلو قوي، انا هنظبط بقى عشان نظبط اتجاه الايه، اتجاه المشط التجميع، عشان لما نيجي نحط المشط التاني يبقوا الاتنين في نفس الايه يا جماعة، في نفس الاتجاه. انا هعمل على ده كده، على الشكل ده كده، هبدا اجمع هنا اهو، شفتي كده، هبدا اجمع المشط بتاعي في 1 و3 و5 بال3 حلقات بتوعي، ونيجي نوصل القفل والسلسله ونشوف شكل عقدنا النهائي. وكده خلاص وصلنا بقى قطعتين سلسله، واحدة بقفل والتانية بزردة في الطرف اللي هو بتاع الحلقة بتاعة مشط التجميع.
ما فيهاش اي حاجة طبعا، دي احنا خلاص عارفينها. هيبقى طول السلسلة يعني 9 سنتي 10 سنتي، عايزة تطول اكتر من كده براحتك، بس تتأكدي انها تكون سلسلة محملة علشان ما تفكش منك في اللبس. ده كده شكل العقد بتاعنا، تحفة، شكله حلو قوي. زي ما قلتلك براحتك بقى، عايزة تزودي عدد الفروع دي وتخليه مليان اكتر وهيبقى اتقل طبعا، دي بتاعتك زودي. بس تتأكدي انك بتستخدمي خيط يكون مقاس رفيع علشان لما تيجي زي ما قلنا تجميعة الخيوط في الكفر ستوبر والستوبر. وفي حاجة كمان عايزة اقولها لك، احنا واحنا بنشتغل لما كنت بوصل الفروع في المشط التجميع، انا كنت بستخدم معاكي واحنا بنسجل زرد مقاس 6 ملي، بس لقيته كبير قوي، اللي هو ده، اللي هو المقاس ده. بعدين لقيت في هنا فرق كبير قوي في الشكل هنا، ما عجبنيش، ففكيته كله وركبت مكانه زرد مقاس 4 ملي، اللي هو الصغير خالص ده، فبقاش في مسافة كبيرة قوي بين الكفر ستوبر وفتحة مشط التجميع. الحاجات دي بتفرق في الشكل يعني، فحبيت برضو اقولك. بس معاكي كده اقفل البغبغان وكده خلصنا. اعملي بنفس الطريقة برضو الاسورة، ولو حابة كمان تعملي الحلق طبعا هيبقى حاجة لذيذة جدا. كده خلصت ورشتنا، اتمنى انها تكون عجبت كل اللي تابعها، واتمنى ان انتوا ان شاء الله كده تنفذوا احسن منها واجمل بكتير. واللي عايز يتفرجني على شغلها طبعا ما تنسيش زي ما قلت لك، هتلاقي اللينك الجروب بتاع القناه على الواتساب في صندوق الوصف، اضغطي عليه وادخلي معانا وفرجيني على شغلك. طبعا هو لونه اورنج اغمق من كده، بس عشان النور بس انا مزوده الاضاءه، احاول اقللك الاضاءه كده. لا كده اللون اختلف، بصي اهو ده هو ده لونه، لون الاورنج. دي الالوان بتاعة العقد بتاعي. انا كده تقريبا طفيت الرينج لايت بتاعتي، مش واخده بالي ان السلك كان طالع. تمام، شايفة كده. بس هستنى اسمع رأيكم في ورشتنا النهاردة، ولحد ما اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم جميعا في امان الله ورعايته، واشوفكم على الف خير. مع السلامه.